إذن مشاهدينا الكرام، متابعينا متتبعينا، متواصلين في إجراء اللقاءات في هذا اليوم السعيد والمناسبة السعيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تحتفل السفارة الإماراتية هنا في فندق الهيلتون بمحافظة جدة بروح الاتحاد 42 إلى جانب الأستاذ هشام العمودي. أستاذ هشام، في البداية وأنت تحضر، في البداية نرحب بك عبر تي في بازيدان عبر اليوتيوب، هذا أولا. ثانيا، بما أنك تحضر في هذه المناسبة السعيدة، ما هي الكلمة التي تقدمها للشعب الإماراتي وللحكومة الإماراتية بمناسبة الذكرى 42؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. نبارك للشعب الإماراتي شعبا ودولة وجزر، نبارك لهم هذا اليوم الفضيل، يوم 42 عام، إنه مفخرة لنا وللجميع الأمة الإسلامية. وأيضا أبارك لهم على أكسبو 2020، صراحة هذا إنجاز لنا وللجميع الأمة الإسلامية، فأتمنى لهم التوفيق، وصل الله لهم الدوام العافية والصحة إن شاء الله، ويكفينا شر الفتن في هذا الزمن. والف شكر حبيبي. أخيرا، يعني بعد فوز دبي بيكسبو 2020، الأمر الذي أفرح وأدخل السرور والبهجة على محيا كافة العرب وكافة الدول الخليجية، قبل أن يدخل السرور والبهجة على الإماراتيين أنفسهم، كيف تعلق على فوز دبي وطرحها كذلك لمدن عالمية مثل ساو باولو ومدينة كذلك تركيا وأخرى برازيلية؟ صراحة دبي يعني ما شاء الله صارت يعني من أكبر الدول اللي الناس صارت تتمنى أنها تجيها. يعني أعرف ناس صراحة كنت في دبي بيجوا من أمريكا ومن بريطانيا لشهر العسل يقضوها في دبي. أتمنى لهم التوفيق، وأتمنى لهم أهم شيء الأمن والسلامة، والله يديم شعب زايد وشعب خليفة، والله يوفقهم إن شاء الله. شكرا أستاذ هشام. شكرا، ألف شكر جزيلا، الله حي.